أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك زكاة في العقارات التي تؤجر؟ نعم، الزكاة في الأجرة، إذا تم الحول على الأجرة من حين العقد أجبت فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. نعم. أما نفس المؤجر وهي العمارة والشقة والدكان، هذا ليس فيه زكاة ما دام أنه معنوي للبيع وإنما هو للتأجير. نعم، الزكاة إنما هي في الأجرة فقط. نعم.